شهر رمضان المعظم، شهر الغفران، شهر التوبة، شهر الخير والبركة، شهر التآزر والتعاون، وما أفضل التعاون لما يكون بين الأخوة. نتحدث على التعاون في شهر الفضيل وموائد الرحمة، ولما نتحدث عن موائد الخير لابد من العودة إلى المائدة الخيرية. أكبر لمة تونسية في الكبارية، أكبر الأحياء الشعبية، واليوم لما نتحدث عن الإطعام، وما أدراك ما الإطعام الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عليها؟ قال: بلى. قال: فما أفضل الصدقات يا رسول الله؟ شوف الحديث هذا محليه. قال: سقيا الماء. أفضل الصدقات عند رسول الله هي سقيا الماء، وأفضل الأعمال في شهر رمضان هي الأطعام. ومن أفضل الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئا. شوف ما شوف هل الشراكة حتى في الأجر، ويتقاسم الأجر، والدال على الخير كفاعله. هذه مائدة إفطار صائم من أروع الصور والمشاهد التي نشاهدها في رمضان في منطقة الكباري. ما شاء الله وبسم الله وتبارك الله، والصورة تغني عن كل الكلام. نور شوية الكاميرا. اللهم صلي وسلم على السيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما يجتمع التونسيون على الأجر، ولما تجتمع أبناء الأحياء الشعبية في مائدة الرحمن، مائدة الكبارية، اليوم صغار وكبار تجتمع من أجل إفطار آلاف عابري السبيل، ومن الطلبة وأفارقة ومسنين، الناس كل تتلم هنا في الكبارية، ولا يعود جائع ولا يعود عابر سبيل. الناس كل تتكف وتتززة ومصلي على النبي. الأعداد في الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم، أحلى صورة، أحلى كبارية. الحمد لله والشكر لله، في الكبارية لا وجود لمطلبية اجتماعية. كل من له معناها جائع، كل من عابر سبيل، كل يتيم، كل هذه عائلة واحدة، عائلة واحدة تشمل التكافل الاجتماعي، تشمل التضامن، تشمل التآزر. صورة أخرى للحب، صورة أخرى للحب. حب يا ناس، حب الناس، هذه نحن نحب الناس، ونحب نقدمه مشهد آخر للكبارية من الأعماق الحوم الشعبية، كيف أن تقدم أشهى الأطعمة التونسية، والحمد لله دون من. وهذه صدقة، وشعارنا ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الحمد لله. الكبارية دور الصورة شوية، فما تآزر، فما تعاون، فما تقارب بين التوانسة الكل. واليوم كل قدير وقدره، اللي يجيب باقيت مرحبا بيه، واللي يجيب شوية دقلة زادة كيف، اللي يشري شوية ياغورت مرحبا، ويد يظهر لي نجم عشيو آلاف اليوم في الكباري. أنا أمنيتي أنه هذه معناها اللمة تتبرتاج على كل التونسيين في كل الأحياء الشعبية. نلقاو مائدة إفطار في كل مدينة، نلقاو مائدة إفطار لعابر السبيل، لمحدودي الدخل، لمن ليس لهم سند. نحن لهم سند في هذه المنطقة، خاصة في شهر رمضان المعظم. وفي كامل السنة نحن لا نتوانى عن مد المساعدة لكل من يلجأ لنا، والحمد لله والشكر لله. وريوا الصور شوية للتوانسة اللي موجودين في أوروبا في كل أصقاع العالم. اليوم هذه تونس 24، تونس التآزر والتآخي، ويد واحدة في هذا الشهر الفضيل. وانتم بيدكم تنجموا معها تتعاونوا، معروفة الميدة الخيرية نتاع الكبارية والموائد الخيرية الأخرى داخل الجمهورية. اليوم فما ألاف التوانسة يشقوا فترهم مع بعضهم في يد واحدة، وفي صورة جميلة توري تونس التآزر والتعاون. هكا ولاو، أي واحد يجي مرحبا به. ربي بارك في كل من ساهم في هذا الجهد المحمدي ولو حتى بالكلمة الطيبة. ربي بارك لكل من بذل قطرة عرق في هذا الجهد الرباني، والحمد لله والشكر لله.
وربي يبارك في هاللمة هذه، إن شاء الله ربي يدومها نعمة والحمد لله، وربي يبارك في تونس. اليوم الصور نوريو فيها من الكبارية ودور لي شوية بالكاميرا، نحكيو على آلاف اليوم العابري السبيل وأيضا من الشباب معناتها اللي هو يشتغل بالعاصمة وبعيد على العائلة نتاعو، أيضا من الطلبة من الأفارقة ومن البلدان الشقيقة، للناس كل الدعوة موجهة إليهم لمائدة الإفطار، مائدة الرحمن في الكبارية، كبرى الموائد الخيرية في تونس، ونخليكم مع أفضل الصور في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم.